السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 28 من شهر أبريل، اليوم الخامس بعد 200 للعدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة. مستمرون إذن مع غزة وأحوالها وأيضا الاحتمالات في قادم الأيام. سنسأل الليلة عن احتمالات اجتياح رفح من قبل المحتل الصهيوني، وما هي استعدادات وخيارات ما يسمى محور المقاومة، نعني به بالطبع حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، وأيضا ما تسمى فصائل المقاومة في العراق، بالإضافة بالطبع إلى إيران. سنستثني سوريا رغم أنها عمليا توضع عادة ضمن ما يسمى محور المقاومة، نستثني سوريا لاعتبارات عديدة. أمام التهديدات إذن باجتياح رفح في أي لحظة، والعدو عودنا بالغدر، قد يحصل في أي لحظة هذا العدوان، نقف في الساعة الأولى عند استعدادات وخيارات كما قلنا محور المقاومة. سيكون معنا في ساعتنا الأولى ضيفان من إيران ومن اليمن للحديث في هذا الجانب. الساعة الثانية نفردها لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خصوصا الجزئية التي قال فيها لإسرائيل الحق في الحصول على الأمن الكامل، وهذا واجبنا كما قال. نسأل لماذا أصلا الحديث عن أمن إسرائيل وهي تعتدي على شعبه الفلسطيني؟ ثم لماذا قدم أمن إسرائيل في تصريحاته على أمن شعبه وحقوقه المشروعة الذي يقاتل على أرضه وليس على أرض غيره؟ ثم التوقيت يبدو مثيرا للانتقادات الحقيقة، كثيرون على صفحات التواصل تساءلوا عن مغزى ومعنى وجدوى الحديث عن أمن المحتل في هذه اللحظة، في الوقت الذي يقوم فيه هذا المحتل بحرب إبادة مروعة ضد قطاع غزة، بل حتى ضد الضفة بدورها لأنها طالها أذى كثير. التعليق لكم في ساعتنا الثانية بالتأكيد، لكن دعونا نبدأ بموضوع الساعة الأولى. في حال اجتاح المحتل مدينة رفح بريا، وهذا وارد في أي لحظة، ما هي إمكانيات باعتقادكم وخيارات محور المقاومة؟ بصيغة أخرى، هل سنرى نسقا مختلفا للعمليات؟ هل سنرى عملا ما من إيران بعد هجومها الأول والتاريخي كما وصف، رغم أنه كان بمثابة رسالة تحذيرية ليس إلا، هل سنرى أعمالا وردودا أخرى؟ أهلا بكم. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياح رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أمس إنه من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس. وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية العبرية إن إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل، وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة، يقول كيان الاحتلال إنها للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس بنعم إذا كان هناك اتفاق سنعلق العملية كما قال. فلسطينيا قال رئيس السلطة محمود عباس إن الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الوحيد القادر على وقف أي اجتياح إسرائيلي لرفح، كما جدد رفضه تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم، وإلا ستحدث نكبة جديدة وفق تعبيره.
لكننا في هذه الساعة سنركز على خيارات ما يسمى محور المقاومة في حال نفذ المحتل تهديداته باجتياح رفح بريا في إيران تحديدا، التي أرعدت وأزبدت وهددت المحتل قبل العدوان على غزة وخلاله، لم يبدر منها سوى الهجوم الواسع بالطائرات المسيرة والصواريخ، والذي جرى اعتراض أغلبها، وبدا الهجوم أقرب إلى رسالة تحذيرية. نتحدث طبعا عن الهجوم الذي حصل في 13 من الشهر الجاري. في إيران شهدت جامعة طهران اليوم وقفة تضامنية مع الحركات الاحتجاجية للطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية نصرة لقطاع غزة. رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران وشعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا وبريطانيا، مطالبين بوقف العدوان على غزة وإنهاء الإبادة الجماعية لسكان القطاع. لكن السؤال الأبرز، كيف ستتصرف بلادهم في حال اجتياح الاحتلال مدينة رفح؟ هذا ما نود معرفته الليلة. نستمر مع غزة أيضا ونتحدث عن اجتياح محتمل كما قلنا لرفح، لنسأل ما هي الخيارات أمام محور المقاومة في حال أقدم المحتل على هكذا اجتياح. من بين أضلاع هذا المحور الحوثيون في اليمن، نحاول معرفة مواقف أضلاع المحور في حال أقدم المحتل على هذه الجريمة الجديدة. في صنعاء قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن قواته استهدفت 102 من السفن، أكانت أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر. وقال الحوثي إن جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، وتسعى الحوثيون أو يسعى الحوثيون لتوسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي كما قال. هل يبقى محور المقاومة ممثلا في حزب الله والحوثيون وإيران وما تسمى فصائل المقاومة في العراق؟ هل يبقى على تعهداته بإسناد غزة وتصعيد عملياته؟ أم أن نسق العمليات لن يتغير حتى لو أقدم الاحتلال على مهاجمة واجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة؟ ثم ماذا في جعبة هذا المحور من أهداف وإمكانيات؟ وهل نتوقع رؤية المزيد من المفاجآت في حال تصاعدت العمليات؟ وفق نيويورك تايمز، أمريكا تضع إسرائيل أمام خيارين، إما اجتياح رفح أو التطبيع مع الرياض. القناة 12 الإسرائيلية قالت إنه من المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مسألة اجتياح مدينة رفح هاتفيا. تبقى أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، لكن السؤال الذي نحاول التركيز عليه الليلة هي خيارات محور المقاومة واستعداداته لأسوأ سيناريو يمكن أن يحصل. تركيزنا سيكون كما قلنا إذن حول استعدادات محور المقاومة وخياراته في حال اجتياح رفح. نتحدث عن اليمن، لبنان، إيران، العراق. بالنسبة للمقاومة الفلسطينية بالطبع هي في أرض المعركة وتخوضها منذ شهور طويلة. نستثني سوريا كما قلنا لأكثر من سبب. سنعود للجمهور بعد قليل للتعليق، يريد كل مشارك يعني يعطينا تعليق ورأيه. ما هي الإمكانيات؟ أي الجبهات التي ذكرناها ستكون أكثر ربما استعداد لتصعيد عملياتها؟ ما هي الأهداف الواردة التي لم تستهدف إلى حد اللحظة ويمكن أن تدخل ضمن سياق المعركة في حال أقدم الاحتلال على اجتياح رفح؟ لكن دعوني أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة، الأستاذ نبيل الحدة، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ينضم إلينا من باريس. سيد الحدة مساء الخير. نسأل، هل نرى أو هل يمكن أن نرى تغييرا في نسق العمليات الحوثية بنظرك في حال أقدم المحتل الصهيوني على اجتياح مدينة رفح في أي لحظة؟ حياك الله أستاذ صالح، تحية لك وللسادة المشاهدين. أولا هي الدور اليمني وليس الدور الحوثي. الحوثي هو عبارة عن فصيل من الفصائل السياسية اليمنية. من يتحدث ويظهر لنا عبر القنوات، عبر القناة الفضائية الرسمية، هو المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع. فبالتالي الخيارات، أولا نريد أن نسلط الضوء لماذا يهددون أو يلوحون باجتياح رفح. ماذا حققوا منذ 200 يوم؟ الكيان الصهيوني لم يحقق شيء سوى القتل والدمار و...
وتهديم المنازل ودور العبادة والمشافي وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ماذا حقق؟ هل استطاع أن يأسر جندي من جنود المقاومة أو قائد من قيادة المقاومة أو استطاع أن يفك الأسر عن أسراه؟ لم يحقق شيء من هذا أبدا. فبالتالي قتل الأطفال، هو الآن يريد أن يمارس مزيدا من القتل والتدمير، فهذا شيء سهل. هذا ما تقوم به العصابات وليس الجيوش الذي هو يدعي أنه من الجيوش المحترمة. بالنسبة لصنعاء موقفها واضح، وقالت لن نتراجع قيد أنملة، سنقف حسب تصريح قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، قال سنقف مع أبنائنا في فلسطين بحسب إمكانياتنا المتاحة، والمكان الذي ستصل إليه أيدينا سوف نستهدفه نصرة لأبنائنا. نحن لا نعادي أحد، صنعاء لا تعادي أحد ولا تشكل خطر على أحد، لكن من حقها القانوني والأخلاقي والديني والإنساني أن تدافع عن نفسها وأن تناصر أخوتها الذين تجمعهم بهم اللغة والدين والأقليم والجغرافيا والأنساب، كل هؤلاء أصولهم من اليمن. جميل، هذا 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 واضح سيد الحدة، لكن ما نود معرفته الليلة هو يعني ما يمكن أن تفعله جماعة الحوثي أو صنعاء كما أشرت إليها، رغم أن الواقع اليمني نعرف بأنه ليس موحدا حتى نكون دقيقين. ما فعله الحوثيون لحد الساعة الحقيقة فعل كبير بنظر المقاومة أو محور المقاومة، وحتى بنظر غزة، غزة أشادت أكثر من مرة بدور الحوثيين. لكن هل نتوقع أن هناك في جدول الأهداف أو في سلسلة الأهداف ربما الموضوعة أمام قدرات الحوثيين هناك أهداف ربما لم تصوب باتجاهها الصواريخ أو المسيرات إلى حد اللحظة؟ ما هي دائرة الاستهداف التي يمكن أن نراها في حال أقدم المحتل الإسرائيلي على اجتياح رفح؟ سيد العزيز، أعيد وأكرر، ليس الحوثي، هي القوات المسلحة اليمنية عموما. طيب. السيد القائد عندما تحدث قال لدينا من المفاجآت ما ستبهر الصديق قبل العدو، فبالتالي هذه أعتقد أنها من الأسرار العسكرية، لكن أنا أؤكد لك لدى صنعاء المزيد ولن تتراجع أبدا. فبالتالي الكل يعلم من هو الداعم الأساسي للكيان الصهيوني، أي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم خلفها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية. فهذه الدول لديها كمان مصالح في المنطقة العربية في شبه الجزيرة العربية، ولديها أيضا قواعد عسكرية. فبالتالي مثل ما هم حجوا إلى تل أبيب وأعلنوا ولاءهم المطلق وتأييدهم المطلق ومدوا الكيان الصهيوني بكل الإمكانيات المالية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية، فبالتالي من حقنا أيضا أن نقف مع أبنائنا في فلسطين ونمدهم ونقف معهم بكل ما لدينا من إمكانيات. طيب قد يقول قائل، قد يقول قائل سيد الحدة بأن أغلب المسيرات التي أطلقتها إيران وهي دولة كبيرة وقوية تم إسقاطها في الجو قبل حتى أن تصل إلى أهدافها، فما بالك بجماعة الحوثي أو صنعاء؟ القدرات طبعا أقل من إيران بكثير. نعم تمكن الحوثيون من عرقلة السفن البريطانية والأمريكية والإسرائيلية في المياه هناك، ولكن ربما لا أقول عجزوا، ولكن لم تصل أيديهم إلى أهداف إسرائيلية واضحة يمكن أن تؤذي المحتل بشكل مباشر. جميل، أولا يا سيدي دور صنعاء كان قوي في شل حركة ميناء أم الرشراش، ما يسمى ميناء إيلات، وهذا باعتراف الصهاينة أنفسهم، وإخراج ما يقارب 80% من هذا الميناء على الخدمة، وهو يعتبر ميناء حيوي تصل أغلب 90% من البضائع التي تأتي من الشرق، من سواء كانت من الهند أو الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية، تأتي عبر هذا الميناء وتمر عبر البحر الأحمر. فبالتالي شل حركة هذا الميناء، فهذا يعتبر دور لا يستهان به. صنعاء استطاعت أن تكمد الاقتصاد الصهيوني خسائر بالمليارات، وهذا شيء لا يستهان به. أما بالنسبة للتقليل من الدور الإيراني، أعتقد أنك لم تصب يا أستاذ صالح. لا، لم أقلل من دور إيران، ولكن قلت رغم قوتها وقدراتها إلا أن المسيرات التي أرسلت تم إسقاط أغلبها، لم أقل أكثر من ذلك، هذا ما أردت أن
نعم. أستاذ صالح، الإيرانيين كانوا يعلمون عبر جهاز مخابراتهم الحربي أن هناك قواعد أمريكية وبريطانية وفرنسية وأمريكية تتواجد في العراق وسوريا والأردن. كلام صحيح. جميل. وكان الأسهل للإيرانيين أن تمر هذه المسيرات والصواريخ عبر سماء الجمهورية اللبنانية وستصل إلى أهدافها بدقة وستعمل أثر بالغ، لكن الخطة الإيرانية حسب تحليلي الشخصي أعتقد أنها كانت تريد أن ترى ماذا تمتلك هذه القوات المتواجدة في هذه الأراضي من دفاعات جوية، وبالتالي أرسلت عدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة عبر هذه الدول، وهي تعلم أن المضادات الجوية لهذه الدول في قواعدها سوف تتعرض لها، وهذا ما تم. فبالتالي استطاعت إيران أن تعلم ماذا لديهم، لكنهم لم يستطيعوا أن يعلموا ماذا بعد لدى إيران. فبالتالي كان 300 صاروخ وطيران مسير. جميل. عملوا هذه القلق لدى دول عظمى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأيضا إسرائيل. سيكون معي بعد قليل الحقيقة ضيف من طهران، ولكن أختم معك سيد الحدة، ودعنا نكون صريحين في هذا الباب. غزة نالها دمار واسع، ويعني دفعت أو نادت كل الأمة بأن تقف إلى جانبها وقفة رجل واحد، وأن توفر كل إمكانياتها في معركة طوفان الأقصى، لكن القليل القليل قدم. ونحن هنا نتحدث عما يسمى محور المقاومة، وهو في صدارة من قدموا من جهد عسكري وغيره. ما هو الطرف من هذه الأطراف التي ذكرناها برأيك الذي سيكون سباق في تصعيد المعركة في حال تجرأ المحتل الصهيوني واجتاح رفح؟ نتحدث عن اليمن، لبنان، العراق أو إيران باختصار لو سمحت. سيد صالح، أنا أقول لك أن سيكون سباق اليمن، وهذا ليس تقليل من الحزب الله أو الحشد الشعبي أو المقاومة الإسلامية في سوريا، لكن اليمن هو دولة لدي إمكانية دولة، فبالتالي مساحة تصرفه وتحركه أكبر، ومن ثم سيكون حزب الله. حزب الله حتى الآن يقدم الشهداء ويواجه مواجهة ضارية. أما بالنسبة لأخوتنا في الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في سوريا، هناك دول هي تتحكم بهم ولديها اتفاقيات ولديها معاهدات مع الدول الأخرى، وهناك تواجد أيضا كقواعد عسكرية للبريطاني والأمريكي والفرنسي في هذه الدول. فنحن لا نقلل من دورها، ولكن نقول هي مقيدة. وكأني بك لا ترى إمكانية الرد من جديد من قبل إيران بكلمتين. لا، أعتقد سيكون رد، والرد سيكون أقوى ويذهل الأعداء. السيد نبيل الحدة، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا من باريس، نشكرك جزيل الشكر. أبدأ استقبال المشاركات عبر الهاتف، ومعي أيضا العديد من المشاركات عبر الواتساب سنأتي عليها بعد قليل. نبدأ بصالح من فرنسا. مساء الخير. مساء الخير أخي صالح. يعني مبدئيا يعني أخي صالح، أنت تحدثنا عن المقاومة في غزة، ما فعلته المقاومة في غزة عجزت عنه كل الجيوش العربية يا أخي صالح. جميل. نحن نريد أن نرى دعما للمقاومة يا أخي، يعني من أي كان، ولو كان من كولومبيا يا أخي. يعني كل العرب نرى الدولة الشقيقة الكبرى يعني بينها وبين غزة يعني لا شيء يعني يبعدها عن غزة، لا تقدم أي شيء لدعم المقاومة يا أخي صالح. وبالتالي يعني ما يحاك لمنطقتنا العربية، يعني لماذا يقرر بايدن مثلا أن يعلم نتنياهو أن لا يقدم على اجتياح. دعنا صالح نبقى في الزاوية التي تناولناها، لأنه لا يمكن أن نأخذ دائما الموضوع بكليته كل يوم. في زاوية محور المقاومة، ما هي الجبهة التي تراها مستعدة للتسخين في حال أقدم المحتل على اجتياح رفح؟ أنا أرى أن الجبهة اليمنية سوف تشتعل أكثر. الجبهة اليمنية، الجبهة اليمنية، وأظن أن حزب الله سوف يصعد من ناحيته أيضا. يعني ما هو مستوى التصعيد برأيك؟ مستوى مدروس أم أن المسألة قد تنفلت إلى حرب إقليمية؟ نحن قرأنا أن ما لدى حزب الله يعني
يمكن ان يغير يعني وجهه المعركه يعني اخي صالح. يعني شكرا لك، اشكرك، شكرا لك صالح من فرنسا، شكرا لك. عبد الله مساء الخير ورحمة الله وبركاته، والسلام والشكر موصول إلى الجميع. لو تكرمت أنا سأذهب إلى قلب الموضوع، الاستعدادات والخيارات ومحور المقاومة، ولكن دعني قبل بادئ ذي بدء يعني دعني أصحح البوصلة سيد صالح، إن معناها إن تكرمت، ودعنا نضع الأمور في نصابها، ودعونا يا سادة لو تكرمتم من 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 المجاملة السياسية، حتى لا أقول من الكذب والنفاق السياسي، لأن هنالك انحراف. شوف سيد صالح، يجب كشف الأوراق، لم يعد هنالك الآن ما يخفى أو يلعب تحت الطاولة. كل المراكز الدراسات يعني الاستراتيجية في العالم تقر وتعترف بأن غزة غير قابلة للحياة، هذه الحقيقة المرة. نعم يعني لو توفرت الإرادة السياسية من طرف الجميع، وهذا من باب المستحيل، يعني لو وافقت أمريكا وكلبها إسرائيل والناتو العربي صهاينة العرب، غدا إيقاف الحرب وإعمار غزة يتطلب هذا 10 سنوات، يتطلب. طب دعنا من هذا، لأنه لسنا هنا لنزيد من بكائيات يعني أهالي غزة على هذا الدمار الذي طال القطاع، أو تألم الأمة لأجل غزة. المعركة عزيزي فيها جوانب يعني إنسانية ووطنية شريفة وقومية، المعارك لا تقاس بحجم الدمار. دمرت ألمانيا ولكنها الآن في صدارة العالم. غزة تدفع لصناعة وفرض المستقبل، وما تفعله غزة عجز الدول عن فعله، وهذا يكفي أهالي غزة. دعنا في موضوعنا عبد الله، في موضوعنا محور المقاومة. لا دعنا الآن من حالة اجتياح فرض، اجتياح رفح سيكون، ولكن لن يكون كاجتياح تقليديا كلاسيكيا عسكريا. الاجتياح سيكون بنفس حجم الدمار الذي يقع، يعني لن يذهب سلاح المشاة أولا، سيكون بالقصف من الجو وبالتدمير الممنهج وبالدمار، وكل ما يقع على أرض الواقع يبين بالدليل وبالحجة وبالكاشف من الطرف المصري والاستعدادات يعني ومن التآمر دول الخليج وتأليبهم والعشائر وكل هذه، ومحور فيلادلفيا ومحاولة قصف غزة على اثنين يعني، وكل هذا يعني والخطط الاستراتيجية لسحب الجيوش إعادتها، الجيوش الاحتياط تدل على أن الأمور ستنحى في هذا المنحى. تدمير المقاومة الفلسطينية والمسجد الأقصى وكل نفس مقاوم في هذه الأمة اتخذ هذا القرار. المواجهة قادمة يا أمتنا، المواجهة. طيب جاوبني على السؤال، لم تجبني بعد. عندك 4 جبهات: اليمن، لبنان، العراق، وإيران. أن يعرفوا هذا شرفاء الذين في الجيوش. نعم في جيوش هنا شرفاء، القلة القليلة هي الخاينة، القلة القليلة من القادة هم الخاينة، السواد الأعظم في الجيوش العربية. طب دعنا من الإنشاء يا عبد الله، الله يهديك، لأنه الوقت لدي حديث جانبي. جاوبني في سؤال الحلقة يا رجل. الاستعدادات والخيارات. الخيارات تبدأ من الضفة. لو الآن أنا أقول الضفة ولن أقول أي طرف آخر، وسأتي للأطراف الأخرى. لو الآن قامت انتفاضة ثالثة حقيقية في الضفة، ستغير المعادلة، ستغير البوصلة. كلام جميل. لأنكم يا أهل الضفة قادم الدمار إليكم، الدمار قادم إليكم لا محالة. نحن لن نصدق الشائعات. لو أن إخواننا في محور المقاومة في حزب الله يعني قاوموا وابتعدوا عن سياسة هذه ضربة بضربة، كف بكف، رد بالرد، الرد المناسب. يا أخي ادخلوا الحرب حقيقة. محور الجولان يعني يجب أن يتحرك، محور سوريا يجب أن يتحرك. إخواننا في المقاومة اليمنية الذين نحبهم ولا نزكيهم على الله ولا نشك في شرفهم ولا نشك في حبهم للأمة ولا نشك في دورهم الفعال، يا أخي اضربوا أبار النفط، كفوا عن هذا. طيب عبد الله، فقط يعني بهدوء حتى نستوعب ما تقول، يعني برأيك إيران، اسمح لي عبد الله، يا عبد الله أخذ وعطى حتى يكون حوار في هذا البرنامج. بالنسبة لإيران، هل برأيك ستغامر بهجوم آخر بعد هجوم 13 أبريل؟ هجوم بوسني ومبوسك، هجوم يلا أمام الناس رديت، معناها احنا بلو يعني نجبة نبتلع طلو. يا إيران إما أن يكون هجوم حقيقي. يا إيران يا سيدي اضربوا أبار النفس، ستتغير المعادلات في العالم. يا جماعة الحوثيين، اليد التي توجع هذه العالم هو المال، هو الاقتصاد.
اذرفوا من لا 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 لا, لا نريد ان نتحول الى 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 تحريض على الارهاب. يعني بامكانك تتحدث بصيغه ذكيه حتى لا نقع في ورطه امام مراقبي الاعلام وهم كثر لو سمحت. تريدون بكم في اليمن ولن تفعل ايران شيء. اما ان تكون يا جيوش يا ايها القاده الشرفاء في الجيوش العربيه الدور قادم على سحق مصر، ستسحقون كما سحقت العراق، حرب اهليه قاتله مدمره في مصر. سيدي في الاردن لن تكون هنالك اردن، الزفه يا اهل الزفه، القتل والدمار قادم اليكم. وشكرا لك يا اخ صالح. شكرا لك عبد الله، اشكرك. شكرا لك. يوسف من تونس. يوسف السلام عليكم يا صالح. وعليك السلام، باختصار لو سمحت حتى نعطي وقت لاخرين. صالح من فضلك برحمة توديك، عندي الموضوع نتاع البارح نتاع تواجد بريطانيا في الضفه. لا 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 لا, لا وقت لدينا للبارحه يا رجل، دعنا في موضوع الليله لو تكرمت. دعنا في موضوع الليله لان الوقت ضيق، ما زال لدي ضيف اخر الليله، تفضل. ما يسالش معك. بالنسبه لشي صالح الموضوع الليله فهمت على الدول المستساند فهمت المقاومه، انا دول مسات مقاومه، شكون مساندها مقاومه؟ لا العراق ولا ايران ولا لبنان، وشفناهم كل غزه تحب افعال، ما تحبش كلام يا سي صالح، تحب الافعال. ايران جربناها، شفتك المسرحيه اللي عملتها، شفتك المسرحيه اللي عملتها في فهمت كذب كذب. شوف العراق ما تتحرك الا باوامر ايران، شوف حزب الله فهمت لا يعمل يعني في حرب بالفاسيليتي، حرب بالفاسيليتي، انا حرب هذا فهمت لا، والايرانيين وحزب الله يدام تطخم الشعب السوري باش ينقذوا الشعب الفلسطيني يا رسول الله. ما فيش هيك، عمره ما يكون هذا، عمره ما يكون هذا. المقاومه الفلسطينيه معامله كان على روحها وعلى ربي سبحانه وتعالى، وباذن الله منتصره ان شاء الله. شكرا لك يوسف من تونس، اشكرك. ابو القعقاع مساء الخير. يا استاذ صالح. يا اهلا بك. استاذ صالح تحيه لليمن. اليمن كفى ووفى. اما وزير الخارجيه، نائب وزير الخارجيه الامريكي في الدوحه، رفع مهمه كتب كان على اسرائيل. امريكا تحترم دوله قطر، امير دوله قطر ما هم خليها تقدم. بيننا وبينهم تحالف استراتيجي، اتحمل المسؤوليه. طيب ما دام بينكم، ما اسمح لي يا ابو القعقاع، وانت اضطريتني الان للسؤال، ما دام بينكم وبينهم يعني اتفاقيات استراتيجيه او يعني ومصالح ويحترموكم كما قلت، اطلبوا منهم إذن ان يامروا هذا المحتل الصهيوني ان يكف يده. سيدي الصهيوني هذا جزء من امريكا، هو محافظه من محافظات امريكا. طيب اذا بامكان امريكا، بامكان امريكا ان تامر وتنهى في هذا الموضوع، وهي شريكه في العدوان كما تعلم. لماذا لا تطلبوا منها وأنتم يعني حبايب كما تشير، تطلبوا منها أن تفعل شيء في هذا العدوان وتوقفه؟ طالبين منهم توقيف الحرب على رفح. نعم الحين طال عمرك هم يوقفونها، ما هم متكتبين. أما طال عمرك اليمن كفى ووفى. أما طال عمرك أنادي الشعب الفلسطيني المقاومة، أناديها من دولة قطر التبرع من إيران ومن حزب الله ومن زعماء الدول العربية. ليش؟ هذا الأسوأ من إسرائيل، هذا الأسوأ من إسرائيل. إيران أنا ماني مع إيران، كنت أول قلبه وقال مع إيران. يا أبو القعقاع، يا أبو القعقاع، حتى لا نزايد على أحد، لأنه الأرواح، الدماء مش لعبة. حزب الله قدم العشرات من الشهداء في معركة، لا أقول هي المعركة ليست معركته، ولكن كانت الجبهة هادئة، وهو الذي اختار أن يخوضها نصرة لغزة. لسه هنا لنمتدح حزب الله ونمسح صفحته في سوريا حتى لا يعتب أحد أو ينتقدني. لا، تلك مرحلة ستقع فيها ربما معالجات في التاريخ وحتى محاكمات، لكن نحن نتحدث عن هذه المرحلة. حزب الله اختار أن يخوض المعركة نصرة لغزة ودفع عشرات الشهداء، ولا يمكن لعاقل أن ينكر أو يتجاهل ذلك. رأيك استاذ صالح؟ اسرائيل خدمت حزب الله والحكومة الإيرانية، خدمتها ب 33 ألف سني قتل لعزة الأمريكا والعزة لإسرائيل عند إيران، والخزي والعار والذبح للسنة. افهمني، أنا ماني بعنصري، أنا أقول كلمة الحق. هذه المشكلة الحين، لو ذبح واحد شيعي في لبنان ما بكيت أنا عليه ولا حد بكى عليه، لا أنا والله أحب الشيعة وأنا حمام معهم،
بس لا ذبح سني عنده، ذبح سني منا عيده وطال عمرك بقعدان وكرفان. شكرا لك ابو القعقاع، اشكرك. يعني انا الحقيقه على الاقل لا اريد الحقيقه الخوض في هذه النعرات الطائفيه سني وشيعي وما الى ذلك. في هذه اللحظه بالذات هذا لا يخدم الا المحتل الصهيوني والمآرب الغربيه في المنطقه. دعونا نقف يدا بيد وكتفا بكتف في هذه المعركه التي قد تحدد مصير المنطقه. قالها ضيفنا البارحه وقالها كثيرون ونقولها معهم ايضا، هذه المعركة ستحدد حتما مصير المنطقة. إما أن نخوضها جميعا بكل السبل، بالاقتصاد والسياسة والإعلام وفي الميدان أيضا، ونخرج منها بخير وعافية، فيكون لمنطقتنا وللعرب عموما قول وفعل في المستقبل، وإلا سلموا لي على شيء اسمه عرب. أنا أقولها لكم من باب يعني المسؤولية. أما تجيني الآن وتحدث لي سني وشيعي وكذا وكذا، هذا وقته؟ لا، ليس وقته يا أبو القعقاع الله يهديك. علي من مصر، مساء الخير. أكسل. يا أهلا بيك. يعني حضرتك العملية مترتبة، يعني مدينة رفح الجديدة اللي هو بناها في سينا ديت، ومهجر بير العبد والشيخ زويد، يعني العملية هيخش رفح والفلسطينيين هيخشوا سينا وعمل لهم مدينة رفح الجديدة. ده اللي هو بيرتبه معاهم، والزيارات والاستخبارات. من هذا الذي يرتب معهم؟ من هذا؟ بقول لك يا استاذ صالح، هو عامل لهم مدينه رفح يا رجل. من هذا الذي يرتب؟ انت تتحدث بصيغه المجهول. من؟ السيسي. هو في غيره؟ لا يعني انا لا اعلم. قل لي انت السيسي، يعني انت تعلم. انا لا اعلم شيء، تفضل. عامل لهم مدينه رفح الجديده دي، ومهجر اهل رفح ليه؟ عشان ايه؟ عشان الاتفاقات اللي تمت ما بينهم. وانا بطلب من حزب الله ما تضرب صواريخ طويله المدى. ما انت عندك صواريخ تروح تل ابيب، بتضرب ليه في الاماكن الفاضيه؟ لا يا علي، يا علي اماكن فاضيه ايه؟ والاسرائيليين اعترفوا بقتل كثر في جنودهم وتهجير عشرات الالاف من شمال فلسطين التاريخيه. تحكي ايه انت؟ يعني المعركه تحسبوها لعبه؟ يعني كل واحد يعلق على هواه. ما هو ما فيش مدنيين، اضرب مدنيين زي ما بيضربونا. لا 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 لا، لست هنا لنتورط في تحريض وما غيره. تحدث لي بصيغه ذكيه يا اخي، هذا اعلام يحتاج لغه ذكيه. وصل رسالتك بطريقه ذكيه ايها المواطن الكريم. رسالتي عاوزين ضرب في اماكن في اماكن في اماكن في اماكن زي ما هم بيضربونا كده. زي ما بيضربوا المدنيين نضربهم مدنيين. لا لا، شكرا لك علي من مصر. انا انصحه يا رجل يختار لغه راقيه لا تورطنا مع الجهات الرقابيه، وهو يكرر لي في نفس اللغه. شكرا لك علي. يا ريت الجمهور يا جماعه يكون 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 مش عارف. انا يا جماعه الخير، نحن في 2024 وانتم عندكم السوشيال ميديا وعندكم الاعلام التقليدي وعندكم غيره، تعرفوا شو اللغه اللي ممكن يفهمها العالم؟ انت ممكن يسمعك واحد في استراليا واحد في امريكا، وممكن يتفاعل مع قضيتك ايجابيا، وممكن يقول ما هذا الخطاب وينفر منك. اختار اللغه تكون مؤثره وتكسب الراي. فاهميني ولا مش فاهميني؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين. عرفات، مساء الخير. عرفات، بيقطع ليه؟ السلام عليكم. وعليك السلام. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. صوتك مسموع يا عرفات، تفضل. صوتك واضح يا عرفات، تفضل. أهلا وسهلا. للأسف يبدو المشكلة من عندك يا عرفات، أنا سامع صوتك لكن أنت يبدو عندك مشكلة في اللوح. على كل حال، هناء السيد تقول عن طريق الواتساب: المحتل يهدد متخبطا لأن لقطة ظهور يحيى السنوار في شمال قطاع غزة متفقدا لأحوال الناس والمقاومة جعلت نتنياهو يفقد صوابه ويرقص رقصة الديك المذبوح. أما الصهاينة ومعهم المطبعون الأشاوس فيلطمون ويخبطون كفا على كف، ولسان حالهم يقول: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. الرسالة الثانية من أم هيثم تقول: نتنياهو لم يعد ننام مرتاحا لأن أكذوبة معادات السامية البالية والتي يستخدمها في مهاجمة طوفان الجامعات الأمريكية لم تعد تنطلي إلا على الدهماء والبلهاء أمثال المطبعين. وقد قام الآن أيضا بتهديد الأردن بإلغاء اتفاقية وادي عربة
إذا استمر الحراك الأردني، أما المتطوعون فيضعون رؤوسهم في الرمل وأذانهم في الطين وينتظرون قرارات أبو الغيط المزلزلة في مؤتمر القمة تضع بين قوسين القمامة القادم في المنامة. طيب ما زلنا ننتظر طبعا ضيفنا الثاني في هذه الساعة الدكتور سعيد شاوردي الباحث في الشأن الإيراني من طهران. الحاج يوسف من المغرب يقول ما أشبه بدر بطوفان الأقصى، هم قلة وعدوهم كثرة، اجتمعت عليهم كل ملة الكفر، هدفهم واحد اجتثاث الإسلام وخذلان وخوف وذل من ذوي القربة، ولكن الله نصرهم، ثقوا بالله النصر قادم، يقول الحاج يوسف من المغرب. طيب شريف مساء الخير. مساء الخير أخ صالح، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. إسرائيل لن تجتاح رفح، تماما أخ صالح، وإذا اجتاحت رفح ستقتل ما بقى من أسراها، وسينتقل هذا الفعل الإجرامي إلى الشارع الإسرائيلي، وسوف تكون هناك حرب إسرائيلية داخلية. اثنان، الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي سيلتحق بطلاب الجامعات. إسرائيل فقدت مكانتها في الغرب وهي الدولة الأولى الداعمة لها في إجرامها في فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب نحن يا شريف، يا شريف لسنا هنا لنؤكد أو ننفي، لأنه هذا لا أحد يعلمه. الإسرائيليون يقولون بأنهم جهزوا كل الخطط وينسقون مع الأمريكان في هذا الباب، ونحن دائما نطرح أسوأ سيناريو حتى لا نؤخذ على حين غرة كما يقال. الإعلام يقوم بهذا الدور، وضع النقاط على الحروف، ماذا لو وقع كذا؟ نتحدث عن إمكانية اجتياح رفح، ونتحدث عن استعدادات وخيارات محور المقاومة. حدثني عن محور المقاومة، هل تراه قادرا على تعديل الكفة هذه المرة؟ لأن الحقيقة في الجزء الأول من العدوان ظلت غزة هي التي تقدم الجهد الأكبر. نعم شاركت اليمن وشارك لبنان جنوب لبنان وكذلك العراق وإيران، لكن كل هذه المشاركات لم توقف العدوان. ماذا، سؤالنا هو ماذا لو أقدم المحتل على اجتياح آخر شبر من غزة وهو مدينة رفح، ماذا سيكون الواقع حينها على جبهات محور المقاومة كافة؟ جاوبني أخي الفاضل. إيران عندما هاجمت الكيان الصهيوني ردا على مقتل موظفي قنصليتها في دمشق وليس دفاعا عن غزة، لنكون واقعيين أخ صالح. رقم واحد. رقم اثنان، حزب الله سيبقى على ما هو ضمن المناطق اللي يخطفها الآن، لن يتغير شيء في الواقع. الحوثيين هذا السلاح المتوفر لديهم سيستخدمونه، ما قصروا، خلينا نقولها بالعامية، جزاهم الله ألف خير. أما حول اجتياح رفح، يبقى موضوع إعلامي للضغط على المقاومة من أجل الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى. لن يكون جميل. هناك اجتياح لرفح. طيب هذا لا نستطيع أن نؤكده أو ننفيه. شكرا لك على كل حال شريف من تركيا. نحن نطرح إمكانية اجتياح رفح، وما هو الفعل حينها والقول والإمكانيات والاستعدادات لما يسمى محور المقاومة. معنا ضيف من إحدى أهم أضلاع محور المقاومة من طهران، ينضم إلينا الدكتور سعيد شاوردي الباحث في الشأن الإيراني. دكتور شاوردي مساء الخير. نتساءل، في حال أقدم المحتل الصهيوني على اجتياح رفح بريا، وهذا وارد في أي لحظة، المحتل يقول بأنه أعد الخطط ويقول بأنه ينسق مع الأمريكان في هذا الجانب، ما هو التحرك سياسيا وميدانيا إنجاز القول الذي نتوقعه من إيران في حال حصل مثل هذا العدوان؟ أستاذ صالح ولجميع المشاهدين، والله أتصور يعني إيران منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هي لم يعني يبقى جهدا إلا قامت به من أجل وقف هذا العدوان البربري والوحشي والإجرامي. ولكن أخي صالح لنكون واقعيين، يعني إيران للأسف وحلفائها وهم قليلون للأسف، يعني مش دول، لا توجد يعني إلا دولة أو دولتين معانا، يعني حقيقة نكون صريحين، خلينا نكون مرتاحين في الكلام. جميل. ماذا بإمكانهم أن يفعلوا يعني أمام كل هذا الإجرام؟ اليوم بريطانيا وألمانيا وأوروبا كلها والولايات المتحدة كلها في جهة، وللأسف العرب إما مع إسرائيل في العلن أو في الخفاء، والمسلمون يعني الدول الأخرى كلها بتقول لك أنا عندي اقتصاد ويا إسرائيل،
أنا عندي علاقات، أنا مش قادر أفعل شيء. فيعني ماذا نتوقع يا أخي العزيز؟ أنا لا أتصور أن حزب الله أو أنصار الله أو إيران أو الفصائل في العراق حقيقة بخلت على أهلنا في غزة. يعني نقدم الأرواح، ماذا يمكن لحزب الله أن يقدم أكثر من الأرواح؟ يعني هذه مئات الشهداء، كل واحد من هؤلاء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن طريق القدس والشعب الفلسطيني له أم وأخت وزوجة وأولاد، يعني ترك كل هؤلاء ودافع عن غزة بما يمتلك من أسلحة، بما يمتلك من قوات عسكرية. وإيران أيضا كذلك تدعم كل هؤلاء، تدعم حزب الله وأنصار الله والفصائل المقاومة في العراق وسوريا، أينما يوجد هناك رجال حقيقيين يقفون أمام هؤلاء المجرمين. ولكن أنه يعني إحنا نستطيع بمجرد هذه القوة التي نمتلكها نقضي على إسرائيل وعلى أمريكا وعلى أوروبا وعلى حتى الدول اللي بشكل مباشر وغير مباشر مع إسرائيل اليوم، الصين وروسيا، هذا مش كلام عقلاني. يعني هو لا أحد اسمح لي سيد شاوردي، ستة أشهر أتكلم أنا مع العشرات من القنوات وهذا كلامي أكرره. لا اسمح لي سيد شاوردي، اسمح لي لا أحد يتحدث عن القضاء عن إسرائيل هنا في هذه المعركة، ولا على أمريكا ولا على الغرب. ولكن حتى وفق القوانين الدولية والسماوية من حقك إذا أوذيت واستهدفت أن تدافع عن نفسك. إذا إيران ترى بأن ما يجري في غزة يعنيها كما يعني الآخرين، ليس مطروحا أن تسأل هي لماذا الآخرون لا يفعلون كذا ولا كذا. هي دولة مسلمة ترى أن ما يحدث في غزة هو كأنه حصل في طهران أو قم أو غيرها، وبالتالي من حقها أو من واجبها أن تدافع وأن تكون جزء من هذه المعركة. هذا ما نسأله. إيران أيضا قالت مرارا وتكرارا بأنها قادرة، وإذا أرادت أن تضرب فستؤذي، وأظهرت ذلك في 13 أبريل. طيب نعود للسؤال، إذا اجتاح المحتل آخر شبر في قطاع غزة وهو مدينة رفح، ما يعني طبعا مئات الآلاف ربما سيجدون أنفسهم قد يكون إما شهداء أو خارج وطنهم فلسطين، ربما يتم تشريدهم خارج قطاع غزة، هل إيران ستبقى على موقفها الهادئ هذه اللحظة أم سيتغير الحال؟ هذا ما نريد سماع الإجابة عنه. أنا أعتقد أستاذ صالح إيران يعني لحد الآن هي قامت بكل ما تستطيع فعله. هناك أمور نراها في العلن وهناك أمور يعني أضعاف مضاعفة في السر، هذا واضح. يعني لنكون واضحين، يعني لا نريد أن ندخل بتفاصيل يمكن مش مناسب في الأوان نتحدث، بس إيران مش هادئة. إيران تقدم الشيء اللي بيقاتل فيه اليوم الأبطال ويدافعون عن غزة وعن فلسطين. يعني هذا ما يوجد في العالم، الدولة الوحيدة اللي تقوم بهذا هي إيران، لا توجد لا دولة عربية ولا إسلامية ولا أي دولة في هذا العالم. هذا مقدر. هذا ليس شيء صغير يا أخي صالح. نعم. ولكن ماذا تفعل؟ أنا أقول أيضا، أنا أسأل، نحن هل نستطيع نفعل أكثر من هذا؟ أنت رأيت يعني الصواريخ عندما أطلقتها إيران يا أخي العزيز، رأيت الدول العربية والإسلامية التي وقفت أمام هذه الصواريخ وقالوا مش سامحين لصواريخ إيران يعني تنطلق من فوق أجواءنا. يعني هناك تذكروا أن لديهم سيادة ومش مسموح لصواريخ إيران تمر من فوق الأجواء الدولة الفلانية والدولة الفلانية وتسقط المدن الإسرائيلية. كلهم تصدوا بالF-16 و18 وF-25 وما بعرف سيد إيش. سيد شاوردي أنت تعلم وكل الخبراء الذين يتابعوننا والجمهور أيضا، الجميع يعلم بأن إيران قادرة فعلا وليست مضطرة لإرسال مسيراتها في الجو هكذا لتكون هذه المسيرات عرضة ربما للمضادات الأرضية، ولكن بإمكانها ضرب أهداف أخرى في المنطقة. أحد المشاركين منذ قليل تحدث عن أبار النفط، هناك أهداف عديدة في المنطقة، قواعد عسكرية وما إلى ذلك، تستطيع إيران الوصول إليها وتستطيع ربما أن تعدل الكفة في سويعات إن أرادت. لكن يبدو القرار يعني صعب أو ليس أوانه الآن لتكون إيران جزء من هذه المعركة. أنا هذا ما أفهمه من كلامك، بأن إيران لن تقوم بهجوم آخر على شاكلة 13 أبريل، وكل ما بإمكانها أن تفعله فعلته.
وبالتالي لا نتوقع أي جهد أكثر مما رأيناه من إيران في حال أقدم المحتل الصهيوني على اجتياح رفح. صوبني أنا أخطأت في 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 أقل من دقيقة سيد شاوردي. والله لا نصور يعني بالضبط، يمكن يعني تحدث أمور مش عارفين، يمكن تتطور الأمور، ما بعرف. أنا كنت أتكلم عن أنه سيكون هناك رد، والكثير كان يشكك في كلامي أنه هذا شعار وإيران مش رادة ومثل هذا الكلام. يمكن تتطور الأمور لغير ما تفضلت به حضرتك الآن. صحيح الأمور هي كما أشرت، ولكن أنا لا أتصور أنه يعني يمكن هناك الكثير من القضايا تحدث. الآبار والنفط يا أخي العزيز معناه صحيح، لو تريد إيران تحرق كل الآبار في هذه المنطقة قادرة على ذلك، ولكن معنى هذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة واحترق الشرق الأوسط والقتل بالملايين. يعني أنت إذا حرقت النفط مش رايح تكون يعني فقط أمريكا، كل الدول العربية اللي فيها نفط إذا ما تم استهدافه فهي ستصبح تهاجمك. فأنت ينبغي أن تفكر أول شيء يا أخي العزيز بشعبك، وأن تتخذ قرارات عقلانية لا أن تدمر نفسك. صحيح أنه أنا قلت أنه ما دام هناك صمت في العالم العربي والإسلامي، دولة أو دولتين للأسف لا تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمت لغزة. هذه حقيقة مرة، هذه حقيقة، ولكن يعني من الصعب يعني أن نفعل أكثر من هذا، ولكن هذا الواقع. ما دام هناك الدول الإسلامية الكبيرة، باكستان وتركيا ومصر والسعودية وما بعرف ماليزيا والآخرون، هؤلاء صامتون يا أخي العزيز، المذابح والدماء ستكون جارية في غزة. لا أمريكا ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن سيوقف نتنياهو من الجرائم. احنا نقول يا أخي على الأقل اقتصاديا حاربوا إسرائيل، مش رايدين تطلقون صواريخ أو مثل ما أطلقت إيران وتقول عنها مسرحية. أوقفوا علاقاتكم السياسية، اقطعوها، اقطعوا التعاون الاقتصادي والسياسي مع نتنياهو يا أخي. حتى هذا مش قادرين نفعل نحن كدول إسلامية، وبعدين رايح تتوقف يمكن الحرب إذا اختنقت إسرائيل من كل الجهات اقتصاديا، ستطوق ولا تستطيع أن تستمر بالحياة حتى لو وقفت معها أمريكا. الدكتور سعيد شاوردي، أدركنا الوقت، أعذرني، الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من طهران، أشكرك جزيل الشكر. بكلمة واحدة، الرئيس التركي يقول لن نصمت أمام هذه المذابح والشعب الفلسطيني يقاوم الوحدة. وإيران أرعدت وأزبدت مليون مرة وقالت مستعدة أن أحول تل أبيب إلى رماد، لكن لم نرى منها إلا هجوم، لا أقول مسرحية لا، ولكن هجوم الحقيقة بدأ من خلاله الرسالة أكثر منه الإيذاء بين قوسين. أرادت أن توصل رسالة بأني عندي قدرات وأستطيع أن أذيك، لكنها لم تتعمد الإيذاء. الطائرات كانت في الجو وهي تعلم بأنه سيتم إسقاطها جميعها. إذا الرسالة من إيران وتهديدات قبلها وحديث من الرئيس أردوغان، لكن ما دون ما فوق ذلك لم نرى شيئا، وظلت غزة تقاوم منفردة ومعها الشعب الفلسطيني طبعا، ومعها اليمن، جنوب لبنان، وأقل من ذلك طبعا من المقاومة الإسلامية كما يطلق عليها المقاومة في العراق. إيران لا شيء، تركيا لا شيء، إلا بأشياء أقل ما يقال فيها بأنها رسائل أو تهديدات هنا وهناك. ماذا لو اجتاح المحتل رفح؟ نذكر بأن إيران قبل بدء العدوان كانت تقول إذا تقدمت الدبابات داخل غزة سنفعل كذا وكذا وكذا، كل ذلك الكلام ذهب مع الرياح. هذا التاريخ لن يغفل، ونحن أيضا لا يمكننا أن ننسى أو نجامل أي طرف، لأن الدماء غزيرة التي تسيل في غزة الحقيقة. نعم، قدم حزب الله العشرات من الشهداء، الحوثيون كذلك، وكذلك العراق يعني بمجهود أقل من هذين الضلعين. أبو سامر من فلسطين، مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير أخ صالح. يا هلا بيك، في أقل من دقيقة أبو سامر تفضل. طيب والله يا أخ صالح، في قاعدة شرعية بتقول لك لا يفتي قاعد لمجاهد، وإحنا العرب ويا المسلمين السواد الأعظم منا بس شاطرين بصف الحنك. بننتقد إيران، بدنا الضفة تشتعل، بدنا غزة تقاوم، بدنا حزب الله يضرب، بدنا اليمن. طب إحنا شو دورنا؟ بس إحنا قاعدين ننظر على اللي بيشتغلوا. إحنا اللي بيشتغلش مش لازم يحكي ولا كلمة. إيران كنت قال لك تمثيلية، حزب الله له أجندة،
الضفة قاعدة. طب وانت شو داركو؟ يعني لا عند لا خيل عندك مال ولا تهدوه، فليسعد الحال فليسعد النطق ان يسعد المال. فاحنا يا عرب يا مسلمين ما دام مش عاملين شيء خلي غيرنا يعمل. يعني 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 يا ابو سامر، يا ابو سامر، من بالله عليك من هذه الزعامات العربية تريده أن يطلق رصاصة أو حتى حجرة باتجاه المعتدي كائنا من كان هذا المعتدي؟ بدك السيسي يعني ما شاء الله عليه يعلن الحرب؟ تريد من محمد بن سلمان يا رجل أن يجيش طائراته كما دك صنعاء أن يتجه إلى وجهة أخرى؟ تريد من محمد بن زايد المنبطح والمطبع أن يفعل شيء لأهل غزة؟ تريد ملك الأردن الذي يستعرض يا رجل بإنزال المساعدات من الجو بطائراته العسكرية أن يحول هذه الطائرات مثلا إلى طائرات حربية ويقف مع أهل غزة؟ من تريد من هذه الزعمات أن يفعل شيء؟ أو محمد عباس يا رجل، أو محمود عباس عفوا، الذي سيكون موضوع ساعتنا الثانية، يتحدث عن أمن إسرائيل واجب وينسى بأنه شعبه يداس تحت جنازير الدبابات والقصف منذ شهور طويلة. هذه زعامات تتوقع منها أن تفعل شيء أنت؟ يا أخ صالح، ما دام هدول إحنا مش متوقعين منهم أن يعمل إشي، بس يكفوا شرهم عن اللي بيعملوا. أنا عارفين مش راح يعملوا إشي، بس يكفوا شرهم، يكفوا إعلامهم، يكفوا كلابهم اللي بتنبع على المقاومة وعلى الناس اللي ليل نهار اللي بتنبع. أنت يا رجل ما بتشوف في الإذاعات السعودية والإماراتية على كل حال نحن في هذا المنبر نطرح الأسئلة ولا نقلل من دور ما يسمى محور المقاومة، بل على العكس نقول علناً بأنه محور المقاومة يتقدم عما سواه في نصرة غزة. طيب أبو سامر، بكلمة واحدة، في حال أقدم الاحتلال وهذا وارد جداً على اجتياح غزة، اجتياح رفح عفواً، ما هي الجبهات التي تراها في وارد أن تبادر إلى تصعيد عملياتها دون انتظار؟ والله يا أستاذ صالح، في الأساس لازم مصر هي تكون في الصف الأول في مواجهة اجتياح رفح. يا رجل، لأنه النار وصلت. لا يا أستاذ صالح، بدك يعني إيران مش راح تضرب كمان ضربة يا رجل. السيسي حتى لو ضربت القاهرة لن يتحرك، هذا ما يقوله الكثيرون، افهمها مني يا رجل. السيسي حبيب الصهاينة كما قال أحد الصهاينة، صهيوني أكثر مني. يعني أنت تتوقع السيسي يطلق صاروخ باتجاه الصهاينة حتى لو ذبحوا غزة على بكرة أبيها؟ يعني أنت تتوقع ذلك يحصل؟ خليك عاقل يا رجل. معناته اتكالنا على رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا. شكرا لك أبو سامر من فلسطين. يتمنى أبو سامر أن مصر تكون في مقدمة المواجهة. مصر نعم شعبا وأرضا وتاريخا، نتحدث عن قيادة سياسية وبدون ادعاءات ولا غيره. القيادة السياسية الحالية المصرية الحقيقة فقدت كل الآمال في أنها تقف مع غزة. يا رجل شو مايكم أنتم؟ وفود يعني لم تتابعوا البارحة الشيخ علي قرداغي قال لك حاولنا مليون مرة أن نرسل وفد يدخل إلى غزة فلم الرد لم يأتينا. شوف المؤسسات المحترمة في العالم حتى تبعث أبليكيشن طلب يرجع عليك بالقبول أو بالرفض، هذا مما الاحترام. هذه المؤسسات المحترمة في مصر ولا مؤسسة خاطبها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وردوا عليهم حتى بالتواضع. يا أخي آسفين والله مش قابلين حتى يردوا. طبعا هم مش طالبين منهم طلب تعجيزي، لا، نحن نريد أن نذهب إلى غزة وحتى لو استشهدنا نحن نتحمل مسؤولية. مصر رافضة حتى ترد أو تقبل بذلك. أنت تتصور نظام سياسي بهذا السلوك وهذه السياسات ممكن يدعم غزة؟ إلى وألف لا. نعم غزة معها رب العالمين وهذا ينصرها وزيادة، ومعها بعض أحرار العالم وهم كثيرون الحقيقة حتى في أمريكا الآن. إذا نامت الجامعات المصرية خوفاً أو رهباً أو غيره فهناك جامعات في العالم استفزها هذا العدوان وباتت الآن تنتفض لأجل غزة ووقف هذا العدوان. أكتفي بهذا القدر، سنعرض المزيد من المشاركات في الساعة الثانية، ولكن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري. We'll be right back.
نبدأ بغزة. في اليوم الخامس بعد 200 للعدوان الصهيوني الأمريكي، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34,454 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء. أرد فقط على أبو سامر، تتصور الحصيلة هذه السيسي لا يراها يومياً؟ يراها ويتابعها. لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يقول أنا لا أحترم الآن أي معاهدات مع المحتل الصهيوني وأفتح الحدود 24 ساعة على 24 ساعة، وأسمح لكل وفد يأتيني حتى من المريخ يريد أن يدخل غزة أنا لست مسؤولاً على منعه؟ ليش عمل فيها حارس؟ أنت عاجز، أنت مش قادر تحمي غزة، اترك الآخرين يفعلوا يا رجل. لا، لا راضي يرحم ولا راضي أيضاً رحمة ربنا تنزل كما يقال. الحصيلة هذه تستفز حتى اللي ما عندوش دم، لكن بعض الأنظمة العربية والله لا أدري دماءها من يعني من أي فصيلة. إلى الضفة المحتلة، مواجهات واعتقالات ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى. بعض يتصور أن الأقصى يعني توقفت الاقتحامات، لا، الاقتحامات متواصلة أيها السادة. الاعتداءات الصهيونية متواصلة باستمرار، وأعلم فخيكم أيها العرب اركبوا، هكذا يقول الصهاينة. إلى الخبر التالي، رئيس السلطة الفلسطينية يقول أمريكا الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف الاجتياح الإسرائيلي لرفح. هذا سيكون موضوع ساعتنا الثانية. لا أدري، عنده ثقة عالية الرئيس عباس في 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 الولايات المتحدة. نعم هي قوية وتستطيع، لكن هي جزء من العدوان، كيف هي تكون قادرة على وقف العدوان؟ لا أدري. المفروض الرئيس عباس يصوب خطابه، يقول أنه أمريكا هي من تقود هذا العدوان وليس هي القادرة على وقفه. إلى الخبر التالي، نيويورك تايمز تقول أمريكا تضع إسرائيل أمام خيارين، إما اجتياح رفح أو التطبيع مع الرياض، وكأنه التطبيع مع الرياض أيها السادة بات متاحا، وأمريكا تفاوض إما رفح ولا الرياض، شو رأيكم؟ أو شو رأيكم تأخذوهم الاثنين؟ طبعا أمريكا ليست حبيبة الغزة ولا حبيبة العرب أصلا، يعني هذا الحديث لنيويورك تايمز، هذا تحليل لنيويورك تايمز، ولا ما يقع فعلا. ولكن الإدارة الأمريكية أنها تخير بين اجتياح رفح والتطبيع الرياض، أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على الاثنين معا. أوعوا تتصوروا أن أمريكا لا تريد اجتياح رفح، لا، هي خايفة من تداعيات اجتياح رفح، ولكنها إن ضمنت النتيجة والله هي أحرص من تل أبيب على اجتياح رفح، حتى تكونوا فاهمين أن الإدارة الأمريكية صهيونية أكثر من الصهاينة. نختم بالخبر الأخير، أحد سكان غزة يقول، وركزوا معي حتى تعرفوا أمريكا، قال القوات الأمريكية تلقي مساعدات منتهية الصلاحية للفلسطينيين في القطاع. نتابع. شايفين في الفيديو إيش الأمريكان بيرموا علينا، الحلويات لأطفالنا وتاريخها منهي، يعني يفضل قبل شهر 2/2/2024 وإحنا اليوم في شهر 4/2/2024، هذه ما يلقى فيه ما تلقى فيه القوات الأمريكية من السماء. هذه هي المساعدات الأمريكية التي تنزل من السماء منتهية الصلاحية وفق شهادة هذا المواطن الغزاوي. بعد الفاصل سنركز على رئيس السلطة الفلسطينية يقول لإسرائيل الحق في الحصول على الأمن الكامل وهذا واجبنا، هذا ما يقوله رئيس السلطة محمود عباس. تعليقكم بعد الفاصل.